السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم القنينطه تنبزطين ديال العقده ديال اللوز اللي تيجيو غزالين في المذاق، رائعين البنات، غادي يرجعوا ان شاء الله هما المعتمدين عندكم. تقدروا ديروا غير كميه اللي هي قليله ولكن غادي يعجبوكم، الا جربتوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم باذن الله. كنتمنى ان شاء الله تبقاو من الفيديو من الاول للاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه كما وجدنا هذه القنينطه تنبسطين. وقبل ما غادي نقول لكم سيروا تفرجوا في الفيديو، نقول لكم ما تنساونيش من اللايك، اللايك اخواتي، ام البارطاج، وشجعوني ان شاء الله باش تكبر القناه بكم باذن الله. نستحق منكم تشجيع ولا وي شي حاجه بسيطه. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تشجعوني ونكون خفيفه على قلوبكم. وصدقوني اخواتي الوصفه ما سنحطها لكم في القناه حتى كنكون جربتها ما هي مره ما هي جوج، وحتى كتعجبني لا في المذاق ديالها ولا في المنظر ديالها عاد تنبارطاجيها معكم. وتنقول لكم شكرا لكم اخواتي، كل من شاف هذا الفيديو شكرا بزاف وفرجة ممتعة. دابا بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو هنا عندي 500 غرام ديال اللوز، هنا عندي 250 غرام، المجموع هي كيلو لارب. بالنسبة لهاد 500 غرام منين فسختها دهنتها بشوية ديال الزيت ودخلتها الفران تحمرت، يعني ما قليتوش في الزيت، يحمرتو في الفران وهذه خلاص بقات هكاك. بالنسبة للسكر يعني 500 غرام طحنت معها 250 غرام ديال السكر سنيدة، وهذه 250 غرام طحنت معها 100 غرام ديال السكر سنيدة. يعني دائما الكمية اللي عندكم ديال اللوز كيلو، نص كيلو ديال سنيدة، نص كيلو اللوز ربع ديال سنيدة. دائما واحد الملاحظة اللي هي مهمة هذه الأخوات، غادي تجيو اللوز ديالكم دائما غادي تغسلوه باش ما يبقاش فيه ديك الحموريه، يعني الا بغيتو ديروه في سلو ولا في البريوات ولا في المحنشات بصفه عامه. غادي تكبوا عليه الماء غليان وتخليوه شويه يرطب وتفسخوه باش ما يشرب لكمش ديك الماء دائما، وتخليوه هكا ينشف شويه وغادي ديروه. غادي نحتاجو عندي هنايا واحد شويه ديال الزهر، تيبقى على حسب اللوز، ما غاديش نقول لكم يعني الكميه بالضبط، غادي منين غادي نجمعوا اللوز ديالنا ونشوفوه تجمع لنا بركه. عندي هنا شويه ديال المسكه الحره، طبيعه الحال دقها مع السكر سنيده. عندي هنا راس معلقه ديال القرفه، غير راس معلقه، وعندي هنا 50 غرام ديال الزبده. غادي ندوز بسم الله على بركه الله. هاد القنينطات اللي مبسطين تيجيو غزالين بالمذاق ديال اللوز محمر، تيجيو فنين. يعني دائما انا عندي كما قلت لكم هنا نص كيلو، هنا 250 غرام. غادي نزيد عليهم هذا الرص معلقه ديال القرفه، مسكه الحره، وغادي نضيف الزبده. يعني انا تنجمع وتنشوف باش نشوف اللوز ديالنا على حسب اليدان باش ما نديرش عاوتاني كثر من القياس. صافي دابا غادي نبقى تندخلو مزيان، هادو تيجيو غزالين حتى هما، تيجيو التضخيم مع ديك المذاق ديال اللوز محمر تيجيو هائلين. هي جربوهم ان شاء الله وغادي ينالوا استحسانكم. بغيتو البنات بحال دابا هاد الكميه هادي ديال اللوز تقدروا تخرجوا منها ثلاثه ديال الاشكال، ديروا هكا نص هاد القنينطه تنبسطين، ديروا نص ديال المحنشات، وديروا قنينطات اللي تيكونوا عاديين يعني هكا رولي. تنحاولوا نعلكوهم مزيان باش ندخلوا ديك هانتوما، دخلنا الزبدة كاملة. غادي نجمعهم مزيان وغادي نرجع معاكم، يعني تندخل هكا الزبدة مزيان والزهر، الزهر تمن ديك جوج معالق هكا كلها ثلاثة كبار
زيدي واحد شويه، واللي عندها الروح ديال الزهر ديرو. دابا البنات من بعد ما حربلت العقده ديالي كما كتشوفوا باش تسهل عليا الخدمه، دابا جيت لهنا بالنسبه للورقه زولت لهذيك الحاشيه ديالها باش ما تجيناش هكا يابسه، من الاحسن وقسمتها على زوج. دابا غادي ندوز بسم الله على بركه الله، غادي ناخذ العقده وغادي نحطها هكا في الجنب كما كتشوفوا في الوسط عفوا، غادي نحطها وغادي نحاول باش غادي نجمع ليها الجنب هذا الاول ونجمعوا الجنب الثاني. هانتوما دابا غادي ندوز باش غادي نقلف عليها الورقه بهذا الشكل هذا، وانا تنضغط هانتوما باش تجيني كما تنقولوا هادو المبسطين، او تيجيوا القنينطات المبسطين تيجيوا غزالين هكا. تنضغطوا عليهم تمشيو هكا بسلاسه بشويه بشويه هانتوما البنات. انا بالنسبه للبنيتات المبتدئات او النساء اللي عاد قالوا بسم الله تيكونوا حتى هما مبتدئات، صافي تنقطع هاد الزوائد اللي عندنا من هنا وصافي. هنا لصقتهم بالبيض، شوفوا كي كيجيوا البنات غزالين، هادو عندهم طعم اخر. نعاود معاكم وحده اخرى، ساهلين وتقدر توجد واحد الكميه اللي كبيره في وقت اللي هو قصير. هانتوما تنجمع عليها الجنب الاول وتنجمع الجنب الثاني. يعني وتنلفو تنضغطو هكا في الاول، تنضغطو على العقده ديالنا كنلصقوها نمشيو باش يمشيو لنا الجناب مجموعين. هانتوما البنات هكا نثبتوا الورقه بالبيض وتنبقاو هكا غاديين. حنا ماشيين حنا تنبسطوا القنينطه ديالنا. هانتوما وتلصقوا بالبيض. هانتوما هذه هي القنينطه، هانتوما يعني لاصقه سهله. صافي غادي نستمر انا بهذه الطريقه، هذه حتى نسهل الكميه، وغادي نخلي الورقه تنشف شويه عاد غادي ندوز باش غادي نقليها. احنا سالينا الكميه اللي كانت عندي كامله، دابا غادي ندوز بسم الله على بركه الله باش غادي نقليها. انا هنا دايره واحد الكميه ديال الزيت اللي كتكون شويه زايده باش هكا، وكننقص العافيه يعني ما كنخليش هكا العافيه مجهده باش الورقه كتجينا مقرمشه. والعسل ما تنسخنوش البنات، يعني غير بالسخونيه ديال القنينطه ديالنا صافي كنخلي كنكتفي به هكا. كنتوما كنحاول ما نعمرش المقله بزاف ونخليهم يتحمروا على خاطرهم، يعني العافيه ماشي مهينه بزاف وماشي مجهده متوسطه. صافي نخليهم هكا يتحمروا. العسل ها هو عندي هنا كما كتشوفوا معايا، جا تبارك الله غزال هذاك اللي شاركته معكم. هانتوما شوفوا الكثافه ديالو ما شاء الله. صافي غادي نخليهم حتى يتحمروا وعاد غادي نرجع باش غادي نديرهم في العسل. غير خليوهم يتشربوا العسل مزيان، خليوهم يعني واحد المده اللي طويله شويه باش يتشربوا لكم العسل، ومن بعد صافي غادي نقدمهم ان شاء الله. هنا دابا البنات من بعد ما ساليت من طبيعه الحال قليتهم كما شاركت معكم وعسلتهم، خليتهم الليله كامله وهما تيتشربوا في العسل باش تيجيو مشربين لنا العسل وتيجيو زوينين. صدقوني البنات في المذاق ديالهم نخوه، يعني التضخيم التضخيم في المذاق ديالهم، تيجيو غزالين
في المذاق حقاش ديك العقده اللي ديرنا نص ديال اللوز محمر مع النص ديال اللوز الخضر تيجي غزال، غادي يعجبوكم. المذاق ديالهم رائع رائع رائع، كنتمنى ان شاء الله ينالوا استحسانكم. غادي نقسم معكم يعني تتقرميشه، شوفوا تبارك الله كي كيجيو. ها نتوما البنات ما شاء الله فنين، شوفوا البنات غزالين اخواتي، كنتمنى ان شاء الله ينالوا استحسانكم، تجربوهم ويعجبوكم. ما تنساوش تدعموني، اللي اول مره تيشوف القناه ديالي تنقول له اضغط على الجرس باش يبقى ان شاء الله دائما يوصلك الجديد، وما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج وعواشركم مبروكه. هادو تيبقاو تحضيرات اللي هما بساط، ولكن كنتمنى من جميع اخوات اللي يشوفوا هذا الفيديو نحضروا راسنا لله سبحانه وتعالى، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وتنقول لكم كنستودعكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وبسلام عليكم.